عدنا لحضراتكم مرة أخرى. أعود للدكتور مصطفى، كنت بتكلمني قبل الفصل وكنت بتعلق على البرامج الحزبية في الشق الاقتصادي، وأنت شايف أن هي ما لا يمكن تطبيقها أو ناقصة أو فيها حاجات. كمل كلامك تعليقك عليه، لأنه واضح أن أنت درستها أو قريتها. شوف يا فندم، طبعا كان ليا الشرف ان انا شفت البرامج للسادة المرشحين، وفي كلام في منتهى الروعة، ولكن في التطبيق صعب جدا. يعني كلام اعتقد كان حقيقته يعاد مراجعته اكثر من مرة، وكان لازم يكون في تصحيح من السادة الافاضل المرشحين. منتهى الامانة، زي ما بيكونش عندهم لجان او ما عندهمش مركز ابحاث. لا انا اسف، عندهم. لا يبقى مش بالدقة. لا انا اسف، يبقى مش بالدقة. قد لا يكون بالدقة، ولكن انا حاضر اقول لك على حاجة. انا لا استطيع ان اعلق على حزب الوفد، انت عارف حساسية معينة. ماشي. ولكن ساحدثك عن الشعب الجمهوري. لا، الشعب الجمهوري جايب اساتذة وعنده ناس وعامل شغل جامد قوي. هكلمك على فريد زهران ونظرة اليسار للاقتصاد. الايديولوجية، تطبيق الايديولوجية كاملة في عندهم. الكلام ده جميل جدا. تعال نسأل المواطن كده عن الايديولوجية بتاعة الحزب ده والسياسة دي. انا باشا المواطن اقول لك انا عايز رغيف العيش ولقمتي، الاولوية. تقول لي بقى يسار، تقول لي يمين، انا اولويتي هاكل ايه الصبح؟ مش كده؟ البصل طيب. بقى ب50 جنيه. نسألك بقى، انت عايزك تعمل ايه علشان توفر السلع دي للمواطن ده، للمجتمع ده اللي كل سنة بيزيد 2.5 مليون واحد؟ يا محمد بيه، علشان اكيد كلنا لازم نعرف القياس العلمي لأي حاجة، لازم تعرف ان ده النهاردة مستوى الدخل بتاع الدولة دي قد ايه. دي بنسميها الميزانية. يعني انا كنت عشمان من السادة الافاضل، الميزانية هي موجودة هيستلم بيها، فيها عجز مالي قدره كذا، الموارد بتاعة الدولة فيها كذا، حيث يكون تنميتها كذا، الانفاق داخل الدولة فيه كذا، هنعمل فيه كذا. زي ما حضرتك اكيد تطلع على الجانب والترشيح الامريكي، بيقول له هتفرض ضرائب ولا مش هتفرض ضرائب، فالمرشح بيرد ايوه هفرض او مش هفرض، صح ولا غلط؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم يبقى الناس عارفه النهارده معدل التنميه اللي احنا بنستهدفه حتى 2030 احنا رايحين بيه فين، وجايبينه من انشطه ايه وقطاعات ايه. يعني بمنتهى البساطه كده، حضرتك النهارده هتنمي قطاع النقل بطريقه كذا، وتقول لي هتقترض من الخارج ولا هتعمل ايه؟ ده الكلام اللي انا اعرفه. دي اللي هي الاسس اللي انت بتتكلم فيها. انت استاذ اقتصاد تطبيقي، الواقع بيفرض نفسه. لا يا فندم، انت عندك نموذج بتدرسه. حاله البلد دي النهارده لازم انا ابقى عارف المجتمع بتاعي ده شكله ايه. طب بمناسبه بقى، بما ان انت عارف وان انت اطلعت على كل هؤلاء، انت شايف الى اين يذهب بنا الملف الاقتصادي؟ بص يا فندم، الملف الاقتصادي ده هيفضل مستمر، لان احنا متشابكين مع العالم الخارجي. احنا مش في معزل والله يا محمد بيه، صدقني. انا عارف. لما سعر الفايدة في العالم النهاردة يبقى 5.5، لسه حضرتك بتقوله، انا بكرر تاني عشان نذكر المشاهدين، يبقى 5.5، مفيش مستثمر هيجيلك. ده بمنتهى البساطة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انت النهاردة بتعمل معدل نمو 4.4%، ده رقم خرافي مقارنة بالدول. تعال بص حضرتك النهاردة، لو انت حضرتك مستثمر، اسأل نفسك سؤال، تحط فلوسك في بلد النهاردة مستقرة، ولا بلد فيها نزاعات زي دولة السودان الشقيقة الجنوب، ولا في ليبيا اللي جنبك غربا، ولا ان شايف النهاردة لا في دولة مستقرة؟ مش كده؟ طب ما انا امنت اهو عنصر، اهو مهم، امنت عنصر. يبقى لازم تبقي تشوف بقى العناصر، بقى سعر الصرف، عندك السياسة الضريبية ولا السياسة المالية شكلها ايه، لازم تشوف النهاردة المحفزات. نرجع تاني لكلمة الدكتور طارق، لازم الحكومة النهاردة تكون على قدر ان تجذب المستثمر بمحفزات، علشان المستثمر الداخلي اولى من المستثمر الخارجي. يعني انا متأكد ان المليارات والتريليونات اللي جوه البنوك النهاردة لو شافت ان في محفز اقتصادي سياسي تقدر النهاردة تجذبه تخش تستثمر بيه، كل الناس هتخرج فلوسها من البنوك تستثمر. سؤال، فضل. هل يستطيع اي اقتصاد في العالم ان يعتمد على الاستثمارات الداخلية دون ضخ لاموال اللي احنا بنسميها الدولارات او العملة الصعبة؟ طبعا. هل سيستطيع؟ بص يا فندم، باجابة قاطعة طبعا لا. ده يا محمد ده بابسط القواعد، لما بيقولك عندك فلوس دايما حاول تشتغل بفلوس اخرى علشان تقدر تحد من المخاطر اللي انت بتستثمر فيها. في علم يا فندم اسمه علم المخاطر، زي ما دكتور طارق كان بيتكلم من شويه،
تقدر تعرف درجة المخاطر في الاستثمار قدها قد ايه، درجة المخاطر في كل نشاط وكل قطاع قد ايه. لازم يبقى الناس متفهمة ان مش اي استثمار بيجي لك من بره الا مدارس المخاطر الخاصة بيك في السوق هنا.